عليكم ورحمة الله. ايوه عليكم السلام. اتفضلي يا أستاذة ولاء. لو سمحتي يا شيخ، انا دلوقتي بقالي 3 شهور من شهر رمضان وانا بحس ان حاجه في زوري، كل ما اروح لدكتور يقول لي ده حساسيه ومفيش، وباخد العلاج ومفيش فايده، يعني حاجه زي مخاطه كده بالبلغم واقفه في زوري، ما اناش عارفه عايزه اكحها، ما لازم انكح كده. وحاجه تانيه بعد اذنك، وانا نايمه بشوف ان انا حاجه مسكاني وعايزه اقوم من على السرير، او حد يصحيني، مش عارفه، مش لاقي حد يصحيني من على السرير، حاضر. فبحس ان عايزه اوقع نفسي، عايزه اقوم فمش عارفه اقوم، فبتبقى حاجه مسكاني فمش عارفه هي ايه دي. تمام، الجاسوم. ماشي يا استاذه ولاء، اتفضلي. حاضر، هجاوبك ان شاء الله، اتفضلي. طبعا اختنا الكريمه، يعني نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، بتعاني من تعب وذهبت للاطباء وقامت باجراء الفحوصات اللازمه لكن لم يتبين وجود مرض عضوي. واحنا ذكرنا ان ممكن في حالة ان الاطباء بينفوا وجود تشخيص لمرض عضوي ممكن يكون ده سببه نوع من السحر، والله اعلم. وده مش معناه ان اي انسان تعبان يبقى مسحور.